مكملين اكيد باخر فقره من صباحنا غير. وين وصلنا زينب؟ أكيد فرح، وصلنا عند موضوع بهم كتير ناس، بنسمع هذا المصطلح دائما على لسان كتير من العالم، طبعا معقد نفسيا أو عنده عقدة. بالحقيقة هالشي ما هو مرض، وإنما هو خبرات ومشاعر عم تحمل انفعالات نفسية تم اختزالها بعقلنا الباطن بمراحل طبعا عمرنا السابقة. وربما هذا الشيء يمكن صار بأيام الطفولة نتيجة التعرض لنوع معين من الضغط أو الحرمان أو حتى مواقف صعبة. لنحكي أكثر حول هذا الموضوع أكيد بصيرنا نستضيف معنا هنادي السلاخ، وهي أخصائية في مجال علم النفس. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك يا هنادي. صباح الخير، صباح الخير للجميع. يسعد صباحك هنادي. يعني خلينا نتعرف على هذا المصطلح اللي هو العقد النفسية بعلم النفس. تمام، بشرى سارة للجميع، جميعنا معقدين نفسيا. لا يوجد لا يوجد إنسان خالي من أي عقدة. نعم. بسبب ما ذكرتي، لأنه هي عبارة عن خبرات تراكمت في مرحلة الطفولة وقت الإنسان كان غير واعي لنفسه. فالعقد النفسية هي عبارة عن مشاعر يشعر الإنسان فيها بالدنيا. هذه المشاعر بتكون ناتجة عن صدمات توقعه من الآخرين، لم يحصل على ما يريد من مشاعر من الآخرين، حصل عنده حرمان عاطفي نتيجة عملية الكبت للإنسان اللي هو بيعود فيها عن عدم قدرته على التعبير عن هذه المشاعر، تتولد عنده عقد نفسية بالمجال اللي هو عانى منه. هنبسط الموضوع بمثال. إذا كان عنا أخين أو أختين، الأول أو الثاني، دائما الناس بتروح للشخص الأجمل ولا البنت الأحلى إذا كانوا متفاوتين بالجمال. فمنوجه لحنا دائما انه الملاحظة، نحن عنا شعب عنده عقدة الشقر، نحن كمثلا مجتمعات شرقية، فممكن نلاقي اخ اشقر واخ اسمر. فلحنا منروح لعند الطفل مثلا اللي منلاقي عنده مميزات بتعجبنا ومنمدحه، منوجه له كلام كتير حلو، بيكون الطفل الثاني قاعد فهو متوقع انه هذا الضيف اللي فايت او الاهل او الاقارب يلتفتوا له، فهو ببلش هون عنده مرحلة الصدمات، الطفل غير قادر على التعبير. فهي هالمشاعر هي مشاعر تتراكم. الغضب او ممكن الحقد لتصير بالمستقبل تتراكم عنده وبتطلع بالمستقبل عنده بطرق تعبير عن العقد النفسيه بتختلف من شخص لاخر، سواء بتكون بالمقاومه، بس ينطرح موضوع اخوه وبيصير بيكره اخوه لا شعوريا، بيصير عنده عقده من اخوه. فهي المشاعر الاهل لهم دور كثير بتشكيلها عند الشخص، إضافة إلى العقد الأخرى اللي هي العقد المادية، عنا العقد التكبر والغرور، عنا عقد الاستعراض. فبتختلف هي تكوينها من مرحلة لأخرى ومن شخص لآخر بكيفية تعامل المحيط مع الطفل. نعم، يعني بما أنه كلنا معقدين نفسيا مثل ما قلت، لكن خلينا اليوم نشوف الأهل، يعني من أي عمر ممكن تبدأ تتشكل هي العقدة النفسية؟ عفوا، لأي درجة فعلا الأهل بيقدروا أنه يخففوا من تشكل هي العقد أو حتى ضررها على أطفالهم؟ من مراحل مبكرة جدا، دائما نحن بنقول من السنة الأولى للخمسة هي المراحل تكوين البنية النفسية اللي عند الطفل. ولكن المشكلة وقت يكون الأهل حامل هي العقدة، فهي حتصير العقدة متوارثة، لأنه إدراك العقدة هي شغلة كتير صعبة، الإنسان غير واعي لعقده النفسية. فبداية الأهل لازم هن يتعرفوا على نفسهم، ليش دائما نحن بنقول ابدأ بنفسك عشان ما يصير هذا الشيء متوارث بين الأشخاص. فمثال مثلا على نعطي كثير اليوم المنتشر هو العقد المادية، انه الشخص اليوم بيثبت وجوده من خلال شو بيملك، اقتنائه مثلا لاحدث الموبايلات، لاحدث السيارات، الالكترونيات. هون الانسان ربط وجوده بهذا الشيء، فنحن هون بنعرف حديث الشخص عن شو بيدور. طب اذا نحن نفقد هذا الشيء اللي انا محور كلامي عنه، هل الانسان بيشعر بقيمته ولا فقد قيمته؟ فالإنسان اللي بيستمد قيمته من الشيء اللي هو متعلق فيه، هون لحنا بيكون عنا بلش حالة مرضية وليس حالة طبيعية. فكل إنسان اليوم يراقب كلامه، هو عن شو وين بيحس تقدير لذاته، بعمله، بإنجازاته، بعلمه، بماله، بحضوره، بيقدر يبلش يتعرف هو وين عالق ومن وين عم بتكون العقد عنده نابعة أو مستمرة.
طب خلينا لك انا نحكي كمان هنادي، حكيتي انه من عمر السنه للخمس سنين هي كثير مهمه بتكوين الشخصيه للطفل، وايضا يمكن المشاعر الباطنيه اللي بيستمدها من المجتمع ومن الظروف او المواقف اللي بنحط فيها. في عنا سن المراهقة اللي هو كمان المرحلة الثانية لتكوين الشخصية لشاب أو صبية بالمستقبل، كمان قديه ممكن يكون في بهي المرحلة خطورة من عقد النقص أو الأمراض النفسية؟ هون بلش تختلف عقد النقص مرحلة المراهقة، ولكن هي مستمرة، يعني الأساس مستمر، إذا لم يعالج بالطفولة حيضل يستمر ويتوسع. يعني بنسمع هنادي كثير عن حالات ممكن تؤدي مثل ما قلتي لعدوانية، لحقد، أكيد لغيرة، غيرة ما أنا مبررة، فهذا شيء يعني لازم يتعالج، لأنه العقدة هي بدها تلاقي مكان للتنفيس إلها، فهي بتظهر على السلوك، المكان التنفيس المضبوط لهي العقدة بتظهر على السلوك. فهون الشخص لازم يكون كثير واعي لنفسه ومتقبل جدا لملاحظات الناس المقربين له، سواء كان مرحلة المراهقة ولا مرحلة الشباب. ولكن الإنسان اللي عنده هاي العقد في كتير اللي احنا ملاحظة بنقدر نلاحظها على سلوكه، هو حساسيته للنقد، لا يتقبل النقد أبدا، ويقاوم ويغضب ويدافع عن هذا الشيء. ليه؟ لأنه هو وجوده مثل ما قلنا هو رابط وجوده بهذا الشيء المتعلق فيه. فالمدرسة بتلعب دور، المعلم بيلعب دور، الأهل بتلعب دور، حتى المحيط اللي احنا منعيش فيه كله بيلعب دور بتكوين العقدة واستمراره. فالشخص هون لازم هو يكون بالبداية انتبه لحاله ليقدر هو إما أن يعترف بهذه العقدة. في كتير عقد مثلا احنا العجز الجسمي، الإنسان اللي عنده مثلا بتر أطراف ولا خلق عنده إعاقة جسدية، هو يعني دائما يشعر بالنقص، ولكن عن طريق الدعم والتأهيل الاجتماعي ممكن نوصل بهذا الشخص لحالة من التقبل لهذا العجز، ونخليه يعمل امتداد للذات، مثل نحن نعلمه المهارة. كثير نحن بنشوف سباحين فاقدين الأطراف ولا لاعبين الكرة السلة بنشوفهم على الكراسي، هن عملوا هون امتداد لذاتهم، ما وقفوا عند هاي مشاعر النقص والدونية، بالعكس هن تطوروا. نعم، وهم بدي اسالك عن هي النقطه انا هنادي، انه الشخص قد ايه يمكن مدى وعيه للعقد الموجوده عنده هي بتساهم بحلها او حتى التخفيف عنها؟ شو هي المراحل لحتى الانسان يكون واعي فعلا لاي مشكله بتصير معه او لاي عقده، ان كانت عقده نقص او اي نوع من العقد الثانيه؟ مهم جدا مثل ما قلت نستمع لملاحظات الاخرين على انفسنا، وان نتقبل هذه الملاحظات ونحاول نسترجع تاريخها ومن اين تكونت، إن كان الأهل لهم دور أو المعلم. كثير معلمين عنا اليوم نحن بيستعملوا التجريح بالنسبة للطالب، هذا الكلام كله والمقارنات تمام. والمقارنة أهم شيء، هي اللي مثل ما حكينا نحن وقت نقارن أخ بأخوه أو طالب بطالب، خاصة إذا هذا كان يعني الشخص هو عنده انخفاض بهي القدرة المعينة، لأنه هي الشخصية، شخصية الفرد هي متفردة، يعني اللي بيملكه هذا الشخص لا يملكه شخص آخر. فنبتعد عن المقارنة بدرجة أولى حتى ما نعمل تكوين للعقد. فبداية لنقدر لحنا نعالج هاي العقد الموجودة داخلنا، يجب علينا التقبل، التقبل بصدر رحب، وإما الاعتراف بهذه العقدة أو العمل على تغييرها. تغييرها بتتم عن طريق البرامج، عن طريق التمرينات النفسية، الالتحاق بدورات لزيادة الوعي الإنسان بنفسه. هنادي، طب امتى ممكن توصل العقدة النفسية لمرض يمكن لازم يتوجه فيه لأخصائي نفسي حتى فعلا تنحل هي المشكلة؟ بلاحظ نفور الأشخاص من حوله. في كتير عنا اليوم عنا الأشخاص اللي عنا الإيجو المتضخم، الأنا، في إلى مظاهر أو إلى عوارض؟ أكيد عندك أشخاص اليوم كتير بيتكلموا عن أنفسهم، الأنا مرتفع، نحن بنسميه تضخم الأنا. فهون الناس ممكن تضل درجة معينة على تواصل مع هذا الشخص، ولكن هو حيلاحظ التعامل إما لمصلحة ما، وعن تنتهي المصلحة حيلاحظ ما عاد في عنده مقربين. وأي شخص لازم يكون عنده أقل شيء 3 أشخاص مقربين بحياته، وهذا الشخص وقت يعني يكون عنده ناس يبلش يفقدهم بالتدريج، لازم يبلش هو يسأل حاله ليش. بس السؤال هو لماذا، هو اللي ما بيسأله هذا الشخص. ليه؟ لأنه هو يشعر بالفراغ وما بيمتلي عنده هذا الفراغ غير بهذا النقص. فكتير مشكلة اليوم أنه الإنسان يدرك عقده وليروح
يطلب الاستشارة. وتعد العقد النفسي هي من ثالث الاضطرابات والمشاكل النفسية اللي بيعاني منها الشخص. احنا بنبلش بالخجل ثم الخوف بعدين العقد النفسية، وهذا كله بيحمل اولا واخيرا الاهل والمدرسه والمجتمع تكوينه عند الطفل لتتراكم عنده لسنوات الخبره وتصير عنده سمه بسمات شخصيته اللي بيلاحظها الناس هو ما بيلاحظها. نعم. يعني هنادي اخذنا منك اليوم معلومات عن انواع العقد، نتمنى فعلا كل شخص يرجع يعمل مراجعه لذاته ويعرف فعلا وين نقاط القوه والضعف العقد او اي شيء ممكن يضايقه لحتى يقدر فعلا يلاقي الحلول الصح بمساعدتكم. نشكر كثير وجودك معنا لليوم. شكرا. شكرا كثير لوجودك معنا، ويمكن كمان مش رساله انه دائما ما في انسان كامل. أكيد. البشر خلقوا ليكملوا بعضهم، فهي المعادله يمكن شوي بتعطي مصالحه مع الذات. هنادي شكرا كثير على وجودك معنا. شكرا لكم. اكيد مشاهدينا حلقتنا وصلت لنهايتها لليوم، ورح نبقى على الموعد كل يوم الصبح الساعه 9، فاكيد تابعونا. لكل اللي بحب يبقى على اطلاع باخر الاحداث المستجدات ايضا ابقوا برفقه شاشه الاخباريه السوريه عبر تغطيتها المستمره على مدار اليوم. تحيتنا دائما ومسك الختام لجنودنا البواسل، واكيد بنقول الرحمه للشهداء والشفاء لجرحانا، والله ينصركم يا شباب. باي باي. أكيد زينب، بدي أتمنى لك أنا بقية نهار ممتع مع أكيد، وأكيد ختامنا رح يبقى يحمل الأمل بوجودكم وانتصاراتكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. دائما الرحمة لشهدائنا أبطال الجيش العربي السوري. بيبقى نذكر أنه أي فكرة أو اقتراح بتحبون تشاركونا فيه راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك، رح نقدم لكم دائما كل المعلومات يلي بتهمكم، ونستقبل دائما الضيوف. موعدنا بكرة الساعة 9 صباحا، من اليوم لبكرة تبقوا بألف خير ونهاركم سعيد. باي باي.